بسم الله الرحمن الرحيم. يا سنة رابعة هنعمل تدريبات على الدرس اللي احنا خدناه، سواء الجملة الفعلية المثنى او جمع المذكر السالم. السؤال بيقول يا سنة رابعة، صح ام خطأ؟ التلميذان مجتهدان. الكلام ده صح ولا غلط؟ التلميذان مجتهدان. ما تبصيش على السبورة، اسمعيني وسمولي. التلميذان مجتهدان، صح ولا خطأ؟ صح. طب لما اقول التلميذان مجتهدتان، غلط. خطأ ليه؟ التلميذان مجتهدان. طب لما اقول برافو عليك، لما اقول التلميذان مجتهدان، هنا نوع الجمله ايه؟ التلميذان مجتهدان اسميه. طب التلميذان نوعها ايه؟ مفرد ولا مثنى ولا جمع التلميذان؟ التلميذان نوعه ايه؟ مثنى. علامه الرفع الف. برافو عليكي، الالف. طيب هنا مجتهدان، التلميذان مجتهدان، علامة الرفع الألف. طب لو قلنا يا منا، لما أقول المهندسين رائعون، الكلام كده صح؟ أمال إيه الصح؟ أحسنتي، المهندسون رائعون. حدش كده فرقع له البالونة بتاعته؟ قولي يا آلاء. لما أقول المهندسون رائعون، نوع الجملة هنا إيه؟ نوع الجملة ايه؟ اسمية. اسمية، احسنت. نوع الجملة اسمية. المهندسون دي اعرابها ايه؟ اعرابها مش نوعها، اعرابها مهندسون. اسهلها عشان البالونة. المهندسون اسم بدأت بالكلام، بعربه ايه؟ ادناها فرصة. اعرابه ايه المهندسون؟ ما عرفت شي. يبقى الله يرحم البالونة. لا تعالي يعود. طبعا ما عرفتش آلاء، الله يرحم البالونة. يلا نروح لحبيبة كده عشان نفرقع البالونة بتاعتها ونقول لها يجري الولد. نوع الجملة ايه يا حبيبة؟ يجري. ايه نوع الجملة؟ فعلية. طيب نوع الجملة فعلية. انا عندي الجملة الفعلية يا حبيبة بتبدأ يلعب، ده ايه؟ يلعب ايه؟ اسم ولا فعل؟ اسم. الله يرحمها، الله يرحمها. يلا يا رضوى، لما اقول لك الولد مهذب، نوع الجمله ايه يا رضوى؟ الولد مهذب. ممتازه يا رضوى، الولد مهذب، الجمله اسميه. لما اقول لك الولد نوعه ايه؟ مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. مذكر. مفرد ولا مثنى؟ ممتازة. اعربوا ايه؟ لا مش علامته ايه، اعرابه اسم بدأت بيه الكلام، بدأت بيه اعربوا ايه؟ انا بسألها لك عشان البالونة الحلوة اللي في ايدك دي. بدأت بيه اعربوا ايه؟ اسم ببدأ بيه اعربوا ايه؟ اعربوا ايه؟ اديتك فرص كتير. يلا يا ابني. لا انا يا ابني. يلا يا رضوى، اخر كلام.